وبعد الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد بلغنا أن هؤلاء الضلال قد تداعوا من كل مكان لينصر بعضهم بعضا، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فعمك ده قالوا الأسبوع ده أظنه قبل كم يوم، جايب أب خشمن حفيان، فهمت؟ عشان ينصروا، قال وربنا قال: لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وربنا قال: واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وربنا سبحانه وتعالى قال: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفلانا هذا هو صاحب السوء، ولا سوء أعظم من أن تكون داعية إلى الشرك والضلال وإلى الكفر والإلحاد وإلى الكذب الذي يناقض دين النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا عشان كده قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن ضمن المسائل التي ذكرت في تلك الحلقة البائسة التي تبدأ من عمر 70 وانت ماشي لفوق، أنهم ذكروا أننا لا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، ولا نحبه حق محبته. وده يا أخواننا من أعظم الفرى التي يشوهون بها صورة أهل الحق، يشوهون صورة أهل الحق بهذا الكذب والباطل، ولكن هيهات. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة هو أعظم في قلوبهم من آبائهم وأمهاتهم الذين ولدوه. فإننا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا أنقذنا به من الملة العوجاء، وأن الله جل وعلا هدى به من الضلالة ونجى به من الجهالة وبصر به من العمى، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. وفيه يقول عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول: والله إنه لمذكور في التوراة ببعض صفته في الإنجيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وربنا سبحانه وتعالى قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش الكريم. ولذلك أهل السنة والجماعة يعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدرون كلامه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. الحلقة دي بيجاي شغالة أحاديث، وده جاب ليس قطاط ولا قطاط ينصر بهم التصوف الباطل ويعلو صوت هؤلاء الجايبين، يعلو صوتهن على ما نذكر من أحاديث. عشان كده ربنا قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأشد من ذلك وأعظم أن يكون الإنسان مقدما ومعظما كلام شيخه وكلام صاحب طريقته فوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده قام داك ذكر في المسألة دليل على انه ان احنا قال ما بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، انه قال تحتفل بالمولد، وانه ابن تيمية ذاته ذكر الاحتفال بالمولد وكذب. قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال: الانسان يجوز له يحتفل بالمولد، كذاب أشر. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فهمت كلام ده؟ ما قال ابن تيمية. أول حاجة ابن تيمية قال الاحتفال بالمولد هو محدث لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم، وجاء متأخرا عمل الفاطميين، الناس القتلوا علماء المسلمين وقتلوا المسلمين، وقائدهم الكان بيقول: أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وكان يدعي علم الغيب وأنه يعلم الغيب وغير ذلك من الكفر والحماقات التي جاء بها المسمون زورا بالفاطميين، وهم عبيديون كما قال العلماء. وذكر هذا الكلام عنهم الإمام الذهبي في السير في ذكر الدولة العبيدية، فهمت؟ وابن كثير وغيرهم ديل جابوا المولد، تقال جابوا صحابة. بعد ذلك ابن تيمية تكلم عن مسألة انه انسان جاهل ما عنده علم بالشريعة الإسلامية واحتفل لانه بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر ابن تيمية رحمه الله إنه كون الإنسان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويعظمه، قال: قد يثاب على هذه النية وإن كان عمله فاسدا. عمله دجنه ده المولد، عشان تعرف الجماعة ده الكذابين كيف. واحد شعره تشت وقع لسه بكذب، واحد سنونه تشت بقنزيل مطبقة وقع عنه برضو بكذب لسه يكذب، فهمت؟ فده الكلام ذكره ابن تيمية. والكلام ده ايضا علق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال: لا يثاب الانسان على فعل الباطل، لان النية الصحيحة لا تصلح شنو يا اخواننا؟ العمل الفاسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دي المسألة الاولى. المسألة الثانية قام جاب موضوع المدايح، قال النازل بينكروا المديح. لا والله كذاب، ما أنكرنا يوما واحدا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا مدح الصحابة رضي الله عنهم، بل ولا مدح العلماء الربانيين رحمهم الله ما أنكرناه، بل ولا مدح صالح المسلمين بما فيهم من الحق،
ده ما أنكرناه. كيف ننكر مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ فده ما أنكرناه، ده نمرة واحد. أما الذي أنكرناه هذا هو الباطل الذي ينشره الصوفية، ده المديح المزعوم حقهم. زي شنو؟ زي الموجود هنا ده، ده الأنكرناه. عشان كده العلماء قالوا المدح يكون له شرطان. الشرط الأول ما يكون بباطل المديح. الدليل شنو؟ الدليل في البخاري من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي عروس. عروس معناها عرفتها؟ دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عروس وعندها جوار. جوار معناها شنو؟ معناها بنية صغيرة بيمدح بشنو؟ بالدف. عشان كده العلماء قالوا الغنى بكل منه للجوار الصغار، عرفتها؟ وبكون بالدف، فهمت؟ للجوار الصغار. لكن ما ممكن تقول لي ده جارية، سي ده جارية، ده جارية ماشية وين ذاته؟ فهمت؟ اصبر لي جايو كويس. قالوا لي جارية، جارية دي معناها البنية الما بلغت الحلم، فهمت؟ ولم تمتهن الغناء، يعني ما عندها حرفة. اسمها دي الفنانة الزعموطة العلامة مثلا، يعني لا 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 ما يكون عندها مهنة. فيغنينا بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. ده زمان في الجاهلية، ده لو جبنا لك سنونك برجفن، فهمت؟ المهم ففي واحدة قاعد تمدح النبي عليه الصلاة والسلام وتقول وفينا رسول يعلم ما في غد. الجارية قالت كذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي بما كنت تقولين فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. في البخاري. رأيك شنو يا بشعر أماف؟ يبخك البخيط بعطره، قول آمين، فهمت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح هذه الجارية في ذكرها للباطل، وهو زعمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. لأنه ربنا عز وجل قال شنو؟ قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ده نمرة واحد. نمرة اثنين ما يكون فوق موسيقى، ما يكون فوق موسيقى. وهل الشرطين ده المتوفرات في المديحة الصوفية؟ قصيدة آيسي مجنو بدخل بالأربعة بصر المؤمنة، مش بقت فيها موسيقى، بقى فيها فيديو كليب ذاتها، بقوا يحاكوا في الصعاليق، فهمتها؟ وإن كان الصعاليق أقل درجة، فبيقوا يغنوا، يقول لك وسيدي الشعران يجيبوا قبة الشعران، وسيدي زعيط يجيبوا قبته، فهمت؟ فيديو كليب عديل، والموسيقى شغالة، أنت ما شفت ذاك؟ تاع اسمه شنو دي؟ مكاشف الغوم، الجماعة بيقوا يشتغلوها بالدي جي، تعرف الدي جي؟ أمك تعرف الدي جي؟ والله ما أقدر، المهم فهمت؟ الشغلانية بقت رابة وبقى فيها اسمه شنو بيان ومصايب واورجن وساونات مدورة. اولاد الحاج زعموط واولاد الحاج زعيط موسيقى تلقاه مدورة، والشيخ تلقاه بيكشف كشف شديد. انت ما شفت شيخ التكسي؟ شيخ التكسي ده ما صوفي؟ بيقوم بيجيب الاغاني المنتشرة بين الشباب يسرق اللحن بتاعه ويدخل فوقه النبي صلى الله عليه وسلم. شو الزول ده مجرم كيف؟ زي بتاع اسمعنا مرة قام قلبها شنو كده ما عارف مرة مرة مرة. انت ما شفت الشغل ده ولا شنو؟ وده مسكين مجدوع بيجاي كيستون باك ما لاقيه، وديلك ضاربين السمينة بغادي. يا ودي انت شغلتك دي ما بتجيب لك حاجة يا عمك، شوف لك شغلة زي الناس. فدم المديح المقصود، فهمت؟ وأما كون الصحابة كانوا بيمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم فده موجود في البخاري، بتلقى مدايح من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم،
بتلقى مدايح من الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام في غير من كتب السنة، فهمت؟ وذكر العلماء في كتب السير، تفتح السيرة بتاعت الإمام الذهبي في المجلد الأول من السير، سير أعلام النبلاء، وكذلك البداية والنهاية لابن كثير، فهمت؟ لما أول ما بدأ بالسيرة النبوية، فهمت؟ فبتلقى في أشعار كثيرة فيها مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أهل أن يمدح، وهو يعني أعظم من مدح من البشر عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ لكن تعال شوف الكلام هنا كيف. دي هنا قصيدة اسمها أرني وجهك، دي برضو بالموسيقى اشتغلوها. أرني وجهك يا نبي الله المعدوم شبهك في المخلوقين، لغاية ما مشى قال شنو؟ بالله صبرك ما بوازن باع الغير شبرك، روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك. رأيكم شنو انتم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ده من البداية لسه قدام، فهمت؟ هنا تمشي المدايح، المدحة بتاعت أحمد الطيب، فهمت؟ يا نفسي أمرح لطيب مرح، تم لكم المالك تخليك معه مرح هنا أوعك تمرق منهم درمان. طيب قال بزيارته تفرحي يوم القيامة، يا ناس بزيارة الطيب بتاع مرح بنفرح يوم القيامة. ربنا قال وأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، ده اللي بيفرح. العلماء قالوا كما جاء في البخاري الأثر أن الله عز وجل يقرر العبد بذنوبه، ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم يا رب، يوم كذا وكذا كذا وكذا يقول نعم يا رب، فيقول له عيل للسيئات يعيلين، بعد ذاك ربنا يقول له عيل للحسنات يعيل للحسنات، إذا عيل للسيئات وشو يتغير ويسود، وإذا عيل للحسنات وشو يسر ويبيض، فيقول الله لو انظر إلى السيئات فيجد السيئات قد بدلت إلى حسنات، وقد قال الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، قال فيقول عند ذلك هاؤم أي خذوا هاؤم اقرأوا كتابية، دي الفرحة هنا. إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، إلى آخر الآيات. بتفرح بشنو؟ بتفرح بأنك عملت عمل صالح، عشان كده ربنا قال إن ربنا سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا هنيئا جزاء بما كنتم شنو؟ تعملون، مش بما كنتم تزورون. ما في تزورون دي، ما في دي، جاب البرعي. قال لحظوظك أطرحي في رياض وأسرحي، لغاية ما قال شنو؟ قال كرامات الواضحة كالشمس يا وهمان، شايفينها أنتم؟ أسي شايفين الشمس ولا الكرامات؟ ما في. قال فيضك البحر وأسراره بالكيمان، دي الأسرار بتاعت عجور ولا دردقوه، فهمت؟ قال ناشر في عصره لطريقة السمان، صح ده ما ناشر الدين الإسلامي. قال بشر مريد بالفوز والضمان، انت قال ده بلغلغ له 700 سنة ليه؟ لأنه قالوا لو ضمناك يا زول تضمن وين؟ تضمن وين؟ كذب ساكت يا أخي. إذا كان الأنبياء يوم القيامة الواحد فيهم بيقول اللهم سلم سلم، تقول لي والناس اللي قالوا بيضمنوا ديل الكفار ديل ما المسلمين؟ عشان كده ربنا قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، ها في طريقته اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ربنا قال شنو؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، فهمت؟ وده الكلام بتاع أبو جهل لما ربنا قال عن أبي الوليد قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، دعاء عليه، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر،
لواحة للبشر عليها 19. لما الآية دي نزلت أبو جهل جاء لناس مكة قال لهم شوفوا، مش قالوا أهل النار يعني 19 الملائكة الخزنة بتاعنا النار؟ قال لهم انتوا كفوني واحد او كما قال، وانا الباقيين بكفيكم لهم، انا بضمن لكم البقية. نفس الكلام قال بشر مريد بالفوز والضمان، وربنا قال ليس بأمانيكم. يعني حتى نحن ذاتنا لو قلنا هو يا ناس اللي بتحضروا حلقتنا ما عندك مشكلة، بعد لقيت بنجويا لفة، فهمت؟ لقيت سيجارة اشفطة، لقيت شيشة دويرة، لقيت خرشة شخبتة، اي حاجة نغشك ساي، وربنا قال لك على كيف قلت. ربنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. شغل ما بالأماني، ليس بأمانيكم، ما بتتمنى، وإنما بالاستقامة على دين الله. قال والولاية الكبرى والخاتمة بالإيمان، يعني لو بقيت معاهم تبقى ولي كبير وبيختموا لك شنو؟ بالإيمان. قال طيب، قال والمنكر السجمان، لأنه في ناس بيقول لك بيتنبزوا البور عزاته قاعد ينبز. قال المنكر السجمان، قال نحن سجمانين باب الأسف ندمان، ولا احنا متكيفين كيف أمورنا ماشية الحمد لله بغادل الباسطة ذاته، فهمت؟ أمور تمام، ها؟ تبقى بالتوحيد ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك. تبقى مشرك تكون إنسان بائس ولو عندك أموال الدنيا كلها. قال فهو الغوث الكبير، قال أحمد الطيب هو الغوث الكبير، وده كفر بالله. البغيثنا هو الله، ربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. إذا كان ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، تجي تقول لي أحمد الطيب هو الغوث؟ قال لغاية ما قال يحضر مريده في النزع والجبير، تبقيت معه سماني الشيخ بيحضرك يلقنك الحجة، للحجة يلقن بأحسن التعبير، وله يؤانس في الوحدة والشبير في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. قال لك الشيخ انت لو بقيت سماني بيجي يلقنك الحجة وبثبتك عند الموت تقول لا إله إلا الله، ولو ما قلتها برضو بمشوا لك بيكتبوا لك برضو، فهمت؟ وبعدين الشيخ بيقعد معاك يونسك في ود اللحد، يونسك تونس معاك. والله طبعا الأسعار زادت وسوق ستة ذاته مواصلاته بقت كعبة شديد، والتعويضات ذاتها مواصلاتها بقت بسيطة، والعربي بقى زحمة. الشيخ بتونس معاك جوا القبر، ده الشيخ جوا القبر. قال وله يؤانس، انتوا ما تدونا إذن يا أخي، ادونا إذن الشيخ ده نخليه يتونس له مع كم من الموتى، ها نحشرك جوا عشان تاني ما تجي ماري، فهمت؟ قال كراماته ما بتنعد كالبحر بل أزيد. أسي عليكم الله، مين قبل أنا بقرأ في الكلام ده؟ مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وينه؟ لقيته مدح للنبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ما في يا ناس، ما في. قال يرويها جماعة لا خبر أحد وفرد. قال منها، قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، الشيخ قال تجزأ للأربعين أحد، وقام براه شرح الكلام ده صفحة 41 الحاشية رقم 10. قال جاء في الأزاهير، هذا له قال جاء في الأزاهير أن رجلا من أهل بلاد الريف يقال له علي الصعيدي، قال لما دخل ومش قبل قال ما خبر أحد. طيب علي الصعيدي ده متواتر يا برع يا كذاب. طيب قال لما دخل سيدي الشيخ بلادنا وافق دخوله شهر رمضان، فطلبه في يوم واحد نحو 40 رجلا من تلامذته للإفطار عندهم، وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الآخر. فلما غربت شمس ذلك اليوم وآن وقت الإفطار تطور الشيخ على عدد تلامذته المذكورين وحضر عند كل واحد منهم. يتخيل الشيخ مشى مصر
ده سماني علي الصعيدي قال عزموا 40 من الحيران بتاعنا. اي واحد قال لي الليله تفطر معانا وما في واحد ورى الثاني. الشيخ تد قال لهم بجيكم اي بجيك ده يجيو تجي تفطر معي بخيتة وانت عديلة وانت جايك وانت سويها ظبطها تمام جايك توالي. قال لما جاء اذان المغرب الشيخ بقى 40 احمد الطيب ومشى فطر معهم كلهم وجا راجع ومن زمان بيبلعوها 40 فطور الشيخ بلعوا باقي لك البجادر ما بيبلعوا اظنوني ده في يوم واحد ده يوم واحد بلع له 40 عصيدة. طيب قال لغاية ما قال وملوك سنار قيام كتو مسند فهمت؟ برضو قال واحد تاني أحياه عديل اسمه شنو؟ اسمه كتو. طيب قال كلام انه واحد اسمه كتو وكذا وخلاص لما دار يموت الشيخ قال اداه نظرة قام فوق لغاية ما قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. هل ورد الكلام ده في حق النبي عليه الصلاة والسلام انه قلب البيت ولد؟ ها؟ هل لو في زول بيقلب البنات اولاد اما كان احق بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وفي زمن بداية الاسلام المشركين في بدر كم؟ الف والصحابة كم؟ 300 وحاجة صح؟ طيب ما كان يقلب برضه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان ده صح جايز فهمت؟ كان يقلب ناس يقلبهم رجال يقاتلوا في بدر وفي أحد برضه كانوا أضعاف المسلمين وفي غيرها من المشاهد. لكن ده أخواننا كله من الكفر بالله والكذب والضلال عشان تعرف دي الكتب حقتهم وما البرع براف. برضه الختمية ده هنا كتاب النور البراد في مدح النبي المصداق تأليف ختم أهل العرفان ختم انتهى يعني أهل العرفان انتهوا بالزول ده يعني ده قاعد يكورك ساي مسكين جايب له ميكروفونات وبتاع وهو برا أهل العرفان. ما ده كلام شيوخك كلامي أنا قال لك انت برا ما عندك غير صلاتك دي ما عندك شيء. قال سيدنا ومولانا قال السيد محمد عثمان المرغني المكي رضي الله عنه قال ونفعنا به آمين. هنا قال في صفحة 125 الصفحة 125 ده الكلام بتاعه قال في قصيدة اسمها القصيدة الشطحية قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكالي أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. هل ده مدح للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فده يا أخواننا عبارة عن يعني عبارة عن مهنة اتخذوها الناس ديل أولا لينشروا الشرك والعقائد الباطلة بين المسلمين. الشيء الثاني حتى يأكلوا بها أموال المساكين. فهمت؟ ولذلك نحن نحذر المسلمين كلهم من حضور هذه الحلقات والحمد لله ما في إنسان عاقل بيحضر لهم وإنما هو يعني الكذب والتضليل للمسلمين والباطل الذي ينشرونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرهم. أقدم الشيخ مزمل.